دعينا من مكتب رئيس الوزراء مشكورا، وايضا مؤسسة بلسم للتنمية المستدامة حول موضوع ورشة وهي آليات أسواق الكربون في ظل اتفاق باريس للمناخ ومدى تطبيقها في العراق. حقيقة خلال ساعة أو أكثر تناولنا المبادئ العامة لأضرار التغير المناخي وأنه يجب حساب كلفة التغير المناخي. كلفة الضرر للتغير المناخي بالنسبة للعراق كلفة عالية، يجب على الدولة العراقية أن تجمع الأدلة للمطالبة بحق الدولة وكذلك حق المواطنين العراقيين من أضرار التغير المناخي المختلفة في المستقبل، وهذا يتطلب حقيقة جهد كبير من الحكومة وأيضا جهد كبير من الباحثين ومن القطاع الخاص لدعم الجهود المبذولة للمطالبة بهذا الحقوق. ناقشنا أيضا ما هي الخيارات المتاحة لمطوري المشاريع للاستفادة من سوق الكربون في السوق العراقية، وطرحنا عدة خيارات ممكن أن يستفاد منها المستثمر لبيع هذه السندات وبالتالي تمثل عائدات غير نفطية مفيدة جدا للحكومة العراقية.